فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغيم قال الرب سراج الجسد العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، وإذا كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. لا يستطيع أحد أن يعبد ربين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويرذل الآخر. لا تقدرون أن تعبدوا الله والمال. فلهذا أقول لكم، لا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست النفس أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، فإنها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن في الأهراب، وأبوكم السماوي يقوتها. أفلستم أنتم أفضل منا؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ اعتبروا زنابق الحقل كيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. وأنا أقول لكم، إن سليمان نفسه في كل مجده لم يلبس كواحدة منها. فإذا كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم وفي غد يطرح في التنور يلبس الله هكذا، أفلا يلبسكم بالأحرى أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين، ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذا كله تطلبه الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله. فاطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذا كله يزاد لكم. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أخوتي الأحبة، وقت بيقول ربنا سراج الجسد العين، بيكون قصده يحكي لنا عن النفس وعن العقل يلي بيضبط النفس، ولكن عم يعطينا مثل العادة كلام أقرب لفهمنا لحتى نستوعب الفكرة. عم بيقلنا مثل ما إذا الإنسان فقد نعمة النظر بيفقد كتير أشياء مهمة معه، العين أهم الحواس. بنفس الطريقة إذا العقل ما كان صاحي ونقي، النفس لا تكون مرتاحة، والإنسان يخطئ في كل تصرفاته. مشان هيك بيقول إن كانت عينك بسيطة، يعني بيقصد نقية نظيفة بدون نوايا سيئة،
كلك بتكون مرتاح وكلك بتكون مليان بالنور. وبيقول إن كانت عينك شريرة، إذا عكس بسيطة عند يسوع شريرة، إذا كان العقل مظلما بأفكار شريرة ليس صافيا ليس نقيا فكلك تكون غارقا في الظلام. هذا كلام ربنا. القديس يوحنا الذهبي الفم بتعليقه على هالمقطع بيقول إذا جعل الإنسان النبع جافا نضب النهر أيضا. النهر من وين بيتغذى؟ من النبع. إذا أنت رحت نشفت النبع أكيد رح ينشف النهر. بيتابع يوحنا الذهبي الفم هكذا إذا أصيب العقل بالعتاهة تلوثت كل أعمال المرء. إذن العين أفضل شيء بالجسد، العقل أفضل شيء بالإنسان كله سوا. إذا العقل كان مظلم، إذا كان ملوث بالشر، فالتصرفات كلها تكون شريرة. مشان هيك بيتابع ربنا وبيقول وإذا كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون، يعني ما أكثر الظلام الذي فيك. معناتها هون ربنا عم بيقول أني أنا أعطيتكم العقل كنور لألكم تينوركم، نعمة نعمة كبيرة. مشان هيك الواحد منا إذا أخطأ يحاسب نفسه وبيقول وين كان عقلي؟ نعم عندك نعمة كبيرة تنيرك، تجعلك تتحكم بتصرفاتك وتتجنب الخطأ. وإذا أخطأت مرة تنتبه مرة تانية ما تخطئ. ضابط، رقيب، صوت الضمير. مباشرة بيتابع ربنا تيحكي عن المال لحتى يفسرنا إنه السبب يلي بيخلي عقل الإنسان يظلم هو عبادة المال، وأيضا إلى جانب عبادة المال القلق والاهتمام والاضطراب من الأمور المعيشية، الطعام والشراب واللباس. إذا حنينا تحت نير حب المال يصبح المال سيدا لنا. المال ليس سيدا، الطعام ليس سيدا، والشراب ليس سيدا، واللباس ليس سيدا. نحن عبيد، بس هن ما بيستحقوا يكونوا أسياد. المال ليس إلها. إذا قال يسوع أنه لا تستطيعون أن تعبدوا ربين وسمى المال ربا أو سيدا، مش لأنه المال بالفعل هو رب، ليس المال شيئا، هو هباء. ما هيك بيقصد يسوع، بيقصد أنتم تجعلون أنفسكم عبيدا لآلهة غير موجودة، لآلهة لا سلطان لها. وكأننا نعود من جديد إلى عبادة الأصنام بشكل آخر، مثل وقت اللي كان الإنسان يعمل صنم ويقول له أنه أنت إله ويصير يصلي له ويبخر له ويسجد له. ليس الصنم إلها، هو من صنع البشر وليس فيه روح ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لا ينفع ولا يضر. ونفس الشيء نحن عم نعمل وقت اللي نحن نضعف تحت سلطان القلق والهم. يدلي كيف بدي أعيش، يدلي جارتي صاروا شفافة أحلى من شفافة، يدلي وزني بعدني أنا 60 إيش رفيقتي 55. عم نعبد حالنا يا صبايا يا حلوين، عم نعبد حالنا. وثنية، أنتم ما قصدكم هيك، أنا عم خبركم انتبهوا. ليس الجمال سيدا ولكنكم جعلتموه سيدا وربا على حياتكم، جعلتم الرشاقة سيدا، جعلتم الموضة سيدة عليكم. ايش الموضة؟ الثياب أهم منكم؟ عم بيقول لك يسوع الجسد أفضل من اللباس. يسوع خلق لك الجسد، فيك تجيب جسد مثله؟ فيك تقدر تزيد أو تنقص على جسدك؟ إذا جربت تعمل هيك بتكون عم تنكر فضل يسوع عليك، بتكون عم تقول ليسوع أنت ما بتعرف تخلق، أنا اللي بدي ظبط جسمي. وإذا أنت كنت عم تنام كل ليلة مهموم بسبب الأمور المالية والطعام والشراب واللباس، بتكون كأنك عم تقول يسوع منو موجود؟ يدلي كيف بدي أعمل بكرة؟ أقول لكم بعيش؟ أليس يسوع موجودا؟ أليس فوق رأسك؟
بدك تطمن بالك وتنام مرتاح. اللي خلقني موجود هو عم يحميني، مثل ما نجاني من كل المشاكل اللي حديت هلا رح ينجيني من مثلها واصعب منها كمان. ليش انا زعلان؟ معي مصاري ما معي مصاري ما بيهم، تتدبر الامور. خلي عقلي صاحي ولا اجعل هذا العقل عبدا اسيرا لهوى حب المال او لاي شهوه سخيفه، لان كل الشهوات سخيفه من شهوات الدنيا. إذن يلي بيخلي عقلك يكون مظلم هو القلق الناجم عن الخوف مما سيأتي. هذا الخوف مما سيأتي، أو أكثر من هيك اليأس. اليأس، القلق والاضطراب واليأس، هذا قال أنك أنت ناسي أنه في الله. فإذا خلينا ننتبه، خلينا نعمل شو بده يسوع. يسوع بيريد أن عيننا تكون بسيطة، أي أن عقلنا يكون صافيا، الذهن يكون صافيا. صافي من شو؟ من الاهتمامات والقلق الدنيوي. طيب ليش بده يجي علي الاهتمام والقلق الدنيوي؟ بيجي علي إذا أنا فعلا ما كنت منتبه على تصرفاتي، وإذا أنا ما بنتبه بعمل الأشياء وبعدين بفكر أو ما بفكر. لا، أنا ابن يسوع، أنا ابن كنيسة المسيح، أنا عم باخذ جسده ودمه، فإذا أنا ما بفرط بنفسي. نفسي عزيزة على الله وعلي. أنا لا أتصرف كما يتصرف كل الناس. أنتبه، أكون حريصا في ذهابي وإيابي، في الكلام الذي أتفوه به، أنقي عقلي، لا أحقد، لا أتفوه بالسوء. عندي شيء حلو بقوله، عندي شيء ما حلو ما بقوله، خبرية كاذبة سمعتها ما بنقلها، ما بخترع أكاذيب، ما بفترع على الناس. إذا بدي أعمل هاو كلهم كيف بدي يكون عقلي نظيف؟ لا قلبي نظيف ولا عقلي نظيف، وبالتالي كل حياتي رح تكون تعيسة. انتبهوا، نحن بإيدنا منشوه صورة الله اللي فينا، ونحن بإيدنا منصير مثل الملائكة. ليش؟ وقت نحن بنستسلم للغلط ومنخلي الأهواء هي اللي بدها تقودنا بالحياة، إذا لن نكون أنقياء، لن نكون أنقياء. يهوذا لم يكن نقيا، مشان هيك يسوع قال لهم لتلاميذه بالعشاء السري: أنتم كلكم أنقياء ولكن لا جميعكم. في واحد منكم ليس نقيا. ليش؟ لأن حب المال أعماه فأسلم سيده. بكل بساطة، هل يعميكم حب المال؟ حاربوه. كونوا أنتم أسياد أموالكم ولا تكن أموالكم سيدة عليكم. كونوا أنتم أسياد تصرفاتكم، ما تكونوا رخوين بالتصرفات. أش بيعملوا الناس بنعمل؟ لا، ما بنعمل. خلي اللا قبل الآية، اسمعوا مني، خلي العقل رقيب، خلي في عقل عم يشتغل دايما. مين ما عرض عليك شغلي لو بيكون أعز أصحابك، عملك بدي عد للعشرة، بدي أفكر هل هذا يليق أم لا يليق. ما هيك يا شباب؟ هل يليق؟ هل يليق اني اتناول حيالله مشروب، حيالله شيء بيضيفوني اياه، ولا بدي افكر اذا منيح او مش منيح، بضر او ما بضر؟ انتم بتعرفوا اكثر مني، انتبهوا. هل يليق ان اسهر في المكان الفلاني ام في مكان اخر؟ انتبهوا، يمكن اهلكم ما ينتبهوا، انتم انتبهوا. انت ابن المسيح، انت مقدس، لا تنجس هذا الهيكل الذي قدسه المسيح. لا تنجسه بفكر قبيح ولا بمخدرات ولا بأي مواد ليست جيدة لصحتك أو تؤثر في نور العقل الذي فيك. كل شيء بيخلي العقل ينطفي يعني ما منيح، شو ما كان، أكل، شرب، نوعية سهر، نوعية موسيقى، سرعة بالسواقة، تهور، كلام بذيء، انتبهوا منهم كلهم. وبالمقابل اليوم أنتم محظوظين أحسن من أيامنا نحن. شبيبة اليوم محظوظين، عندهم كتير اشياء منيحة فيهم يعملوها، من وسائل رياضة وأنشطة صحية، في عندكم كتير اشياء فيكم تعلمون اياها. لا تفعلوا اي شيء رديء، كونوا دائما صالحين، دائما بكل تصرفاتكم. بهالطريقة هيدي لا يمكن ان يظلم قلبكم ولا يمكن ان يظلم عقلكم، يبقى الذهن صاحيا،
نقيا. وبهالطريقة هيدي لا يمكن لليأس والقلق والاضطراب أن يتسرب إلى نفوسكم. المجد ليسوع المسيح. آمين.